نحكي عن موهبة شابة جميلة في فن التصوير الفوتوغرافي تحديدا، طبعا بطريقة مميزة ومختلفة تماما عن باقي المصورين اللي متعودنا نشوفهم بشكل تقليدي، لكن الطريقة الاحترافية وأيضا إيصال فكرة ورسالة مجتمعية من خلال فن التصوير. اسمحوا لي أرحب معنا داخل الاستديو بياسر القريوتي. أهلا وسهلا فيك ياسر. أهلا نورتنا. أهلا وسهلا فيك ياسر. خلينا نحكي عن بداياتك في فن التصوير، متى بلشت بالضبط؟ تمام، كانت بداياتي من صراحة من نعومة أظفاري، أكون معك صدقا صريح، والبداية كانت عندي مجرد هواية هيك، حلم طموح لشاب بعمر صغير. فكانت البدايات يعني جبت أشياء كتير هيك بسيطة، كنت أتصور موبايل، أطلع مع أصحابي، يعني بلشت من الموبايل خلينا بالضبط أطلع مع أصحابي، كتير كنت مهووس بالتصوير. حلو. فالبداية كانت هيك لحد ما إنه لما شفت إنه في إقبال وعلى السوشيال ميديا كثير أشخاص دعموك حالياً وحبوا صورك. بالضبط. فكان بداية حلم هيك بسيط لحد ما جبت الكاميرا. طبعاً أول كاميرا جبتها كنت نوعاً ما شخص مبتدئ جداً ولقطات يعني بسيطة، صور بسيطة ما فيها إنه لقطات بسيطة لا شك. لأي شخص ببلش بإشي جديد بيكون درجات ستيب باي ستيب. حلو. فبفضل من الله لما شفت تقييم أداء شوي شوي الواحد بيظل يطور يطور يطلع للقمم، الأماكن اللي لازم يوصلها بفكر جديد، بانطلاقة جديدة، بمحتوى جديد، كل ما كان الإشي خارج عن المألوف صح كل ما كسب تميز. بالضبط. يعني هلا اذا بدنا نلاحظ ياسر، احنا في كثير مصورين منتشرين أكيد. في عالم السوشيال ميديا أكيد. صار اقتناء الكاميرا شغله يعني كثير سهله بالضبط. متوفره ومتاحه لاي شخص، بتقدر تروح تشتري توفر معك مبلغ من المال اي كاميرا وتصور، وفعلا في كاميرا يعني حتى الشخص اللي ما عنده خبره ممكن تطلع معه صور جميله أكيد. لانه بالنهايه أكيد. هي تقنيات عاليه عم نشوفها في احدث الكاميرات اللي عم نشاهدها هي الوقت الحالي. يعني التصوير كبدايه ككاميرا او موبايل هو اذا ما كان في حس وفي يعني نحكي تمام. ذوقا ما بطلعش الشخص بلمسه بسيطه. والاجمل من هذا يكون من وراء هدف ورساله أكيد. وغايه يعني أكيد. انا لفتني جدا في تصويرك ياسر بانه انت عم بتوصل رساله مجتمعيه من خلال بالزبط. الصور اللي عم تلتقطها بالزبط. يعني كثير من الصور اكيد اللي رح نتابع مع مخرجنا على الشاشه انه انت عم بتصور افكار مثلا لتنقل مثلا صوره ظاهره مجتمعيه او حاله بيعيشها مثلا الفتيات في المجتمع بالزبط. او اي شيء بالزبط. يعني حدثنا عن هذا الجانب بشكل اكبر. بداية التصوير يعني ما قبل انه يكون كبسة زر هو توصيل احساس وشعور بلامس قلوب الاشخاص. نعم. لانه اذا وصلت لقلوب الناس انت هنا بداية مشروعك بلش. حلو. وبداية كل نجاح بداية بسيطة، لازم تكون بفكر وبهدف انت حابب توصله. جميل. فدائما ملامسه الواقع ملامسه الواقع وتطلع بشيء غريب خارج عن المألوف، خارج عن الاطار اللي الكل يعني متعود على الاوريجينال وهيك، صح بيتميز الشخص. فكل ما تميز الشخص كل ما نجح وطلع بشيء عظيم 100% اكيد. هون الفكره اللي هذا الشيء اللي نحكي فيه، وكمان فكره انه احنا نكون عم نوصل فكره مجتمعيه، نغير بصوره رسالة. نغير بشيء أكيد. مثلا بطبع او بفكر سائد في المجتمع، هذا كثير من الناس بيشتغلوا عليه مثلا بمحاضرات، ندوات، مؤتمرات. للاسف ما عم نطلع بفائده منها بالمجمل. بس لما نحكي احنا من خلال صوره ممكن نوصل رساله، احكي لي عن الفيدباك، الناس شو كانت تحكي لك، شو وصلها من الحس. هسه صراحه لما توصل انت شعور بيختلف عن انه بس تقطن الصوره وتكون الصوره جدا مالوفه وعاديه. نعم. هسه لما توصل شعور انت قاعد توصل بتلامس القلب تلقائيا، راح تلاقي البوزيتيف انرجي من الناس، الطاقه الايجابيه بكلامهم. حلو. بالمسجات بالاشياء اللي لو كومنت بسيط ممكن يعبي يومك فرح وتطلع انت اصلا تلقائي نتائج افضل وافضل. صح. الملامسة لقلوب الناس بتخليك دائما هيك توصل رسالة للمجتمع، توصل هدف، توصل غاية، عندك ادراك للإشي اللي انت قاعد تعمله، حب عظيم وشغف اعظم. حلو. لشغلك ولمستواك التصوير او سواء باي شيء بسيط انت ممكن توصله للناس. رائع. راح لاحظت ياسر انه الصور اللي عم بتوصل فيها فكر ورساله بالغالب لونها ابيض واسود، ليه بتختار اللون الابيض والاسود ما بتخليها ملونه؟ هسه يعني بدايه الابيض واسود صراحه مألوف لقلب الناس، لكن اذا كان فيها
نوعا من الدراما هيك فيها اقتناص لشعور. نعم. الابيض والاسود يعني بعطيك عمق، بعطيك فكر جميل للناس. حلو. اظهار ابراز ابراز لشخصك وابراز للفكره. بالضبط. يعني زي هاي الصوره ايش الفكره اللي عم توصلها منها؟ الفكره من هاي الصوره تعرض الشخص للانتقادات والكلام السيء اللاذع من الناس. صدقا في اشخاص لما يعني يتكلموا مع شخص ما بيعرفوا او ما يعني بيوصلهم فكره شو ممكن يعرض الشخص هذا نفسيا للاثر النفسي اللي راح يتعرض له. فاعراض التنمر، اعراض الاكتئاب، الاشياء الملامسات اللي بتصير يعني السيئه بتعرض الشخص انه يوصل لهيك اشياء كبت نفسي، ضغط نفسي. فالواحد فعلا قديش فيها كميه كبت نفسي الصوره بتعطيك. بالضبط. بس الواحد ينتقي كلماته صح. قبل ما انه يشوف الاشخاص يعني. الصوره اللي كنا عم نتابعها مبين انه فيها جهد كبير، هذا جهد حقيقي يعني مثلا انه هذا الملامح الموجوده بوجه الفتاه، الشحبرات هاي اللي عاملينها، ولا هذا كله فوتوشوب؟ احكي لي كيف اشتغل على الصوره. هي قبل الفوتوشوب وقبل اي شيء اخر تمام. كان جهد صراحة أكون معك صريح من أسبوعين ثلاث وأنا بخطط أطلع بفكرة. حلو. الفكرة ما تكون مألوفة للناس. ولما بدك توصل الفكرة لازم يكون فيها شوية نوع من الحس الشعور. جميل. فالصورة هاي اللي شفناها إحنا على الشاشة كان فعليا بجهد، ورحنا على مكان دائما الواحد لما بده يأخذ الفكرة يأخذ المكان المناسب لهاي الفكرة. فباقي ما تبقى هو بيطلع من الشعور الداخلي يعني. حلو. هو بيكون إشي ملموس. لكن الفكرة بتكون من الشخص، لكن الإشي الأكبر للمصور كيف يأخذ اللقطة. حلو. المناسبة والمكان المناسب. حلو. ممكن نحكي التصوير فيه نوع مثلا خلينا نحكي من الصدفة الجميلة، يعني ممكن أنت بلحظة هي تلتقط. أكيد. صورة أنه ما تكون من العادة. أكيد. ممكن تلتقطها بأي وقت. في كل مكان في جمالية. وفي كل فكرة، في كل وين ما تنقلت إلا ما تلاقي إشي هيك في روح، في حس. بعيدا عن أنه صور دائما اللي بتكون كلاسيكية أو أبيض أسود، في أي مكان ممكن واحد يقطن الصورة تكون فيها روح، بتوصل كمان غاية، بتوصل مبدأ، بتوصل إحساس. هاي حلو. الصورة إحساس، خلينا نوقف عند هاي الكلمة. إيش الإحساس اللي بتحسه لما بتخلص مثلاً هذه الصورة، أو مثلاً لما أنت بتحس إنه عن جد وصلت للناس بالطريقة اللي أنت حابب توصلها؟ أكيد. المعنى وصل يعني، خلينا نحكي. أكيد. هسه دائماً الواحد لما يقدم إشي بحب يشوف كلام الناس. حلو. وكلام الناس هو اللي بيرفع من قدره اكثر واكثر وبينجذب اكثر واكثر. صح. الواحد متى بيرتاح وبيشوف حاله فعليا انجز؟ لما يلاقي تعبه ومجهوده وشغله طلع يعني اثمر فايده وبنجاح كبير. حلو. انا صراحه اكون معك صادق، الكلام اللي كان يوصلني السيء اخذ فكره منه فكره. لكن الجا للكلام الايجابي كمان، اجمعهم يعني السيء والايجابي مع بعض، بس اول عن اخر هو شغله من تلقاء نفسي قاعد انا بطلع. حلو. وكلام الناس. انت اللي حابب تكون شيء مميز. وحلو الانسان، شوف انا دائما بحكي شغله خصوصا الناس اللي بيدخل المجال موهبته وعمله على السوشيال ميديا، بتلاقي انه هذا الشيء يعني السوشيال ميديا مو كل الناس راح تزقف لك. أكيد. في ناس راح تدعمك. أكيد. في ناس راح تحبطك، في ناس حتى لو شغلك مميز ممكن من باب انه هي مو حابيت لك هذا الدعم راح تحبطك بطريقه مختلفه. المحبطين موجودين في كل مكان. نعم. لكن الشخص الطموح والناجح صح بيطلع على القمم. اها. بفكر طيب لوين مستواه راح يوصل. صح. اكيد 100%. ياسر احكي لي طيب عن يعني مجال التصوير، اكيد هو من اول ما ذكرت لي انه في البدايه ما كنت مثل هيك محترف. بالضبط. ايش اللي طور ياسر؟ هل كان دورات تدريبيه؟ هل كان مثلا ناس تعلمت منهم مصورين محترفين؟ شو اللي خلاك تتطور لتوصل لهذه الدرجه من الاتقان في التصوير؟ هسا صراحه لما بلشت كانت فريلانس، موهبه حره. مع الممارسات احضر ل يعني اشياء مختصه بالتصوير. نعم. اشوف افكار، اشوف اشياء غريبه. حلو. اشبع عيوني بصور بهيك فلاتر، باشياء هيك ممكن انه يكون فيها شويه روح حس. صح صح. فكانت هي فريلانس. لما شفت شغلي عم يوصل، ليش اوقف يعني عند نقطه معينه وما اكمل؟ صح. في حلم، في إشي انا بدي انجزه صراحه. انا اكون معك صريح، والدتي
كانت الدعم الاساسي لي بفضل من الله. الله يطولها الله يطول عمرها ويحفظها. لما شفت في اقبال حولته لمجال البزنس. حلو. فحلو يكون الواحد عنده فريلانس موهبه ويطلع مجال البزنس بعد ما يتقن، بعد ما يشوف في انجاز في اقبال. فانا صراحه اللي شجعني اكمل بهذا المجال اللي هو اقبال الناس على حب وشغف التصوير. حلو. واي شخص عنده حلم بسيط، فكر بسيط باي مستوى، مش شرط انه بس تصوير، ينجز فيه لحد ما يشوف حاله انسان ناجح، انسان بتقدم مستمر. جميل جدا. طيب احكي لي عن الصوره، يعني هلا ياسر بصور الصوره. اكيد. ايش بتحتاج لإديتنج لحتى توصل للفينش؟ يعني انه ايش في تعديلات كثير بصير على الصوره، ولا انت بتحب الصوره الطبيعيه اكثر؟ هسه مش كل الصور بتحتاج لافكتات كثير او مثلا تعديل فوتوشوب بيكون يعني خارج عن المألوف. في صور اللي بتوصل رساله ممكن لمسات هيك تكون غريبه شوي تطلع بهدف، لكن في الاشياء اللي فيها روح اللي هي كتصوير البورتريت، تصوير اللاندسكيب، الاشياء اللي فيها يعني نحكي ضمن المعقول الناس بتعرفها، اللي فيها خضار، فيها مناطق حلوه. حلو. هيك حلو تضل طبيعيه، لمسات بسيطه. لا اوكي طبيعيه هي اوريجينال، دائما المصور المحترف لما ياخذ الصوره اوريجينال بتكون كثير بيرفكت وحلوه وجميله جدا. لكن كتجميل إشي هيك يطلع بيوتي أكثر جمال للصورة. حلو. لمسات بسيطة خفيفة على الفوتوشوب اللي هي إضافة ألوان، تشبيع ألوان بس هيك بلمحة بسيطة اللي لما الشخص يتطلع يشوف آه والله فيها روح، فيها لمسة، فيها صح. فكرة. صح، هذا اللي نحكي فيه دائما. بالضبط. يعني إذا بنحكي عن فكرة التصوير وبداياتك فيها ولحد ما وصلت لهذه المرحلة المتقدمة، مين يعني خلينا نحكي بتتذكر شو احلى صوره صورتها او صوره هيك فعلا غاليه عليك بتحكي انه هاي الصوره خلص يعني مميزه ومعروفه انه ياسر هو اللي صورها؟ والله صراحه اكون معك صريح كتار يعني هم كتار وصدقا انا ما بوقف عند صوره واحده بحبها لانه اللي ببالي كبير وعظيم. فكل صوره انا بصورها بصورها بحب من جوا من تلقاء نفسي، اكون معك صادق، ما في صوره بميزها عن صوره. انا طول ما انا قاعد بصور وبقدم رساله لازم اصور كل صوره بحب. حلو. بس انه في صوره مميزه صورتها ل يعني من برج صورتها وبتعز علي كثير وصراحه شافت اقبال كثير. صوره هي راح يعرضها المخرج ان شاء الله طبعا على الشاشه، اللي هي صوره اخذتها لعمان. عمان. تمام. واخذتها من مكان كمان من برج روتانا، مكان عالي جدا وكانت لاقت اقبال وتمييز. جميل. فشوف في صوره كمان، الصوره اكيد هلا رح يدورنا عليها المخرج تكون موجوده ان شاء الله تعالى. في كمان صوره انا لفتتني اللي هي صوره البنت اللي حواليها خمس ايدين. صور صورة الشاب. شاب هو حواليه خمس ايدين، قلت لي في عليها قصه هاي الصوره. بالضبط. يعني انا بتمنى هلا المخرج كمان اذا موجود يعرض لنا اياها وكمان احكي لنا شو قصتها، يعني بدي اعرف شو قصه الخمس ايدين هذول. اكيد اكيد. هسه الصوره الاولى اللي بحكي لك تبعت عمان تعبت عليها شويه تمام وكان فيها هي حس بسيط لمسه هيك على الفوتوشوب طلعت بروفيشنال اكثر. هسه صوره الشاب هو الكاتب عمران بريم، طبعا بوجه له تحيه كل الاحترام. الكاتب هذا بوصل احساس بيكون على ارض الواقع ملموس لكن بكتابات بسيطه وجميله جدا. حلو. هسه الفكره اللي كانت عباره عن شخص عايش بكبت نفسي وباحساس وصلها هو بايده لهيك مواصيل. حلو. طبعا هو عباره عن خمس ايدين والسادس كان هو شخصه. اها. هسه شخصه هذا هو اللي عرض حاله يوصل لهيك مواصيل من إرهاقاته اللي كان يواجهها، من شعوره اللي كان يخبيه، شخصيته المخفية عن الناس. حلو. الوجع اللي كان كل ما يتوجع وكل ما يتألم من الناس يكتم وما حدا يشهد عليه غير مخدته وقت ما ينام. فكتير ملامسات الواحد لما يعيشها شعور هيك كبت لازم يطلعها، نشوف يعني الأعراض إنه شو اللي وصل حاله لهيك مواصيل. فالصورة هي راح تعبر عن شخص عايش. الصورة احنا عم نشوفها على الشاشة. بالضبط. الصورة كانت صراحة فكرة خطرت لنا سريعا لكن تعبنا عليها من ناحية انه كيف نوصلها لقلب الناس. وصراحة لاقت اقبال جدا حلو. هي صورة غريبة ملفتة. الصورة اللي بنشوفها هسه حاليا
بتعبر عن شعور اللي هو الكبت، انه شخص وصل حاله هيك مواصيل من تلقاء نفسه من ايده، اللي هو من كلام، من حزن، من اكتئاب، من احباط الناس، من تنمر، وجع، من كل شيء هو بيتعرض له. جميل. سؤال في بالي ياسر، افكار الصور، يعني انت من وين بتجيب افكار صورك صراحه؟ يعني هل في مثلا، هلا زي حدا مثلا، خلينا نحكي صور انت حابب توصل رساله فيها. طب اذا حدا بده يحجز جلسه تصوير مثلا، الفكره من وين بتجيبها بالضبط؟ صراحه لكل مقام مقال. الشخص اللي بده يجيني مثلا يحجز عندي جلسه تصوير، هو بيختار عنده تصوير بورتريت شخصي له، تصوير جراديويشن تخرج، تصوير مثلا ويدينج، حفلات زفاف، اعراس، مناسبات شخصيه، ميلاد. كل شخص بعطيه حقه يكون مبسوط معي، وهذا اللي بهمني انا. بهمني انبساط الناس قبل ما تكون مجرد بزنس، ولا قبل ما تكون مجرد موهبه. اللي بهمني انا كلام الناس، والناس لما تجيني تكون فعليا جايه مقدر الشغل وعارفه شو ممكن اقدم لها انا. صح. فبحكي لك لكل مقام مقال، لانه بقدم للشخص مثلا حاب يحجز جلسه تصوير، انا بختار له مكان او هو بيختار مكان، لكن بعطيه انا الانسب اللي نطلع بجماليه للصوره، نطلع بفكره ونطلع بشيء حلو لطيف ملموس. اللي لما الاشخاص اللي عنده مثلا يشوف الصوره، الصوره تكون متميزه، يحكوا لك انه فعليا عند مين متصور انت، في مصور مصورها جميل. بالضبط. اذا بدي اختم، بدي اختم بسؤال، لوين حابب توصل ياسر، وشو شو بتطمح للمستقبل؟ اكون معك صريح، الطموح والحلم اللي ببالي ما في له حد، ما في له سقف معين. كل يوم جديد بيطلع معاه حلم جديد وطموح جديد. فان شاء الله، ان شاء الله، واللي الله يقدرني عليه عند الناس ومحبه الناس الي، وبفضل والدتي المتواجده، وبفضل اصحابي اللي بدعموني، وبفضل الاشخاص اللي كانوا معي من بداياتي لحد ما انا هسه حاليا، غير العالميه ان شاء الله. ان شاء الله بنشوفك بالعالمية، يعني ونستضيفك مره ثانيه، بتكون معنا نجم مصور عالمي. كل اهلا وسهلا فيك ياسر قريتي، نورتنا لليوم، كل امنيات التوفيق لك. اهلا وسهلا. بشكر كل القائمين على هاي القناه. اهلا وسهلا فيك، كل الشكر لك. اهلا وسهلا.